المسائية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. إحالة بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى تكملة لمسار إخراج وثيقة متكاملة الأركان. ضيفتنا من الرباط الأستاذة خديجة أبو زيد، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس وعضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة تمارة. النتائج الأولية لرئاسية موريتانيا تسير لصالح الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. حول هذه الانتخابات نستضيف عبر سكايب الدكتور المساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. والانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا في دورها الأول تظهر تفوقا واضحا لليمين المتطرف، انتخابات توصف بالتاريخية. حياة واحدة لا تكفي، مسرحية أداها التلاميذ بالرباط وتتحدث عن التعلم وأهميته. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، وعلى إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا لطيفة تغمدها الله بواسع رحمته، تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعي لصور غير حقيقية وكاذبة نسبت لسمو الأميرة الراحلة، وفق ما أكدته في بلاغ صدر اليوم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. داعت فيه أيضا جميع المواطنين إلى احترام القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية. في هذه المسائية نعود إلى ورش تعديل المدونة وإحالة بعض مقترحات هذا التعديل من طرف جلالة الملك محمد السادس على المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه جلالته، لدراستها استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ثم رفع فتوى بشأنها إلى جلالته. توجيهات ملكية أثارت ردود فعل عديدة، كما سنتابع من الرباط وفاس في روبرتاج محمد بوبكر مولودي زين الدين ودريس الكهن. إحالة مقترحات مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى رؤية تجمع بين القيم الدينية والمصلحة الفضلى للأسرة المغربية. ردود فعل تجمع أن هذه الخطوة تعكس حرص أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس على إخراج مدونة تتوافق مع مقاصد الشريعة وتراعي حاجة المجتمع. فحقيقة كان ثائبا في الرأي، لأن هاد العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أعلم الناس بالحلال والحرام، وهم عدول الله في الأرض. وقد أخذ مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عهدا على نفسه أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله. هل هذه المقترحات ديال مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى باش تكون واحد المدونة اللي كتحترم الشريعة الإسلامية وكتماشى مع تطورات المجتمع؟ الإحالة الملكية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي دعوة للتفكير الجماعي والاجتهاد البناء لتحقيق التوازن بين القيم الدينية السمحة والمصلحة الفضلى للأسرة. أكاديميون يؤكدون أن هذه الخطوة تهيئ السبل نحو مستقبل زاهر يتمزج فيه الالتزام بالقيم مع الاجتهاد المنفتح. على اعتبار أن المغرب مرجعيته مرجعية إسلامية، وكما كان قال جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية بأنه لن يحلل ما حرم الله، لهذا كان لابد من تكليف المجلس الأعلى من أجل تقديم قراءة ثانية لتكون جاهزة للبث فيها. نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقوالا وهناك توجهات مختلفة، لكن الفتوى إذا صدرت من الجهة الرسمية للمملكة والجهة المخول لها تفسير النصوص الدينية، فمن شأنها أن تضع حدا لهذه الخلافات ولهذه النقاشات التي تدخل في إطار القناعات الشخصية. وكان أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس قد أصدر توجيهاته لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها إلى نظر جلالتها. مراجعة مدونة الأسرة يأتي بعد أزيد من 20 سنة من التطبيق. ومن الرباط تنضم إلينا مباشرة الأستاذة خديجة أبو زيد، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس وعضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة تمارة. مرحبا بك أستاذة. إذن
مدونة الأسرة، يعني في نسخة معدلة منشودة من أجل الأسرة بمختلف مكوناتها، وهو ما يصبو إليه جلالة الملك بإطلاقه هذا الورشة المجتمعي. يعني هناك مقترحات التعديل مرتبطة بالنصوص الدينية، ما يفسر إحالتها من طرف جلالته على المجلس العلمي الأعلى لدراستها واستصدار فتوى بشأنها. يعني على ماذا سيتم التركيز للتوصل إلى هذه الفتوى التي سترفع إلى جلالة الملك أمير المؤمنين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني وصلت مدونة الأسرة المغربية في تعديلها الجديد إلى محطتها الأخيرة، حيث وجه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى المجلس العلمي الأعلى إلى يعني إعادة النظر أو إلى النظر في بعض يعني نصوص وبعض مواد مدونة الأسرة بقصد يعني الاجتهاد وإصدار الفتوى يعني بشأنها، خاصة وأننا نعلم أن المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة الرسمية الوحيدة المكلفة بالاجتهاد والفتوى في المغرب، يعني في سائر القضايا المعاصرة والجديدة، خاصة ما يتعلق بها يعني بموضوع الأسرة. يعني في الواقع يعني الذي يعني سيقع التركيز عليه يعني في هذه المواد هي مجموعة من القضايا والمسائل التي أفرزتها يعني بعض التغيرات الاجتماعية. وقد أثبت العمل بمدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004، أثبت العمل بها أي الواقعها العملي مجموعة من يعني ماذا أقول يعني الاختلالات وبعض المشكلات يعني والعقبات أثناء تطبيقها وتنزيلها. ففي الحقيقة الاجتهاد سيكون فيما له علاقة بيعني التطبيق والتنزيل العملي يعني لبنودي ولمدونة الأسرة من حيث موادها، يعني وهذا هو الذي تقتضيه أو يقتضيه الاجتهاد المعاصر اليوم، خاصة وأننا نعلم أن يعني الاجتهاد يعني في الشريعة الإسلامية يجعل الواقع العملي ويجعل واقع الناس ومعاملاتهم يعني شيئا مهما متعلقا يعني بقواعد الاجتهاد وبضوابطه، حيث يعتبر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الواقع يعني جزءا وشريكا في إنتاج الأحكام الشرعية. ونحن نعلم أن أمير المؤمنين حفظه الله قد وجه عمل العلماء في المجلس العلمي الأعلى وفق قاعدة كلية ضبط فيها حفظه الله بين الحلال والحرام، وبين أنه بصفته أمير المؤمنين فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، خاصة إذا تعلق الأمر بالنصوص القطعية أي القواطع من الشريعة، ففتح حفظه الله تعالى الاجتهاد في كل ما هو متعلق بالمتغيرات الاجتماعية. نعم سيدتي، يعني أمير المؤمنين وهو يحيل هذه المقترحات على المجلس العلمي الأعلى، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، يعني جلالته دعا كما ذكرت إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البنا في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته من عدم السماح بتحليل حرام أو بتحريم حلال. يعني ما الذي نستمده من هذا التوجيه الواضح؟ نعم، يعني في الواقع يعني أمير المؤمنين بصفته رئيسا للمجلس العلمي وبصفته يرأس هذه المؤسسة المباركة، وهي مؤسسة إمارة المؤمنين التي تعتني بشؤون الدين والدنيا، يعني يعتني جلالته حفظه الله يعني بهذا الجانب، الجانب الأسري، باعتباره جزءا من النظام الاجتماعي الكبير، خاصة كما تبين يعني في أمره السامي المطاع بإعادة النظر في مواد المدونة وفق منظور شرعي معتدل يعتمد على يعني خصائص الفكر المغربي في الاعتدال. فبطبيعة الحال يعني النظر إلى هذا الجانب يعني من التجديد والاجتهاد في مدونة الأسرة لا بد وأن ينطلق من مقومات وركائز الفكر المغربي بصفة عامة. فكما بين جلالته وكما وجه العلماء يعني أثناء نظرهم في بعض مواد هذه المدونة، فإن الذي يحكم يعني الفكر المغربي بصفة عامة
ولكن هو هذا الجانب، جانب الاعتدال وجانب التوسط منذ قرون من 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 الزمن. في الواقع يعني نحن اذا نظرنا الى يعني اهم ما يميز او اهم يعني ما يميز الاجتهاد في عند المغاربه هو تشبتهم وتمسكهم باهم الثوابت الدينيه في المملكه المغربيه، وهو المذهب المالكي. يعني والمذهب المالكي اذا نظرنا اليه فاننا نجد يعني حاله من السعه والمرونه والتوسط والاعتدال يعني في اصوله وفروعه. فإن المذهب المالكي يعني في اجتهاداته يجمع بين العقل والنقل من جهة، وكذلك يعتمد على المقاصد الشرعية وهي روح الشريعة، ويراعي المصالح الخاصة والعامة يعني في توازن عجيب. كذلك يعني إذا نظرنا إلى أصول المذهب المالكي في الاجتهاد فإننا نجد أصلا من أهم الأصول وهو مراعاة مآلات يعني الأفعال والأحكام. فإننا يعني لا نريد مدونة لسنة أو سنتين، نحن نريد بعد هذا التعديل وبعد هذه الجهود المحمودة مدونة لسنوات إن شاء الله. لذلك فإن أصل اعتبار المآل هو الذي يمكن من النظر المستقبلي أو المآلي لهذه المدونة. شكراً. كذلك مما يطبع الفكر المغربي والاجتهاد المغربي هو كذلك خاصية الواقعية، وهي متصلة بالحياة الاجتماعية للناس. كذلك يعني ما يتعلق بمراعاته للمذاهب الأخرى وتواصله وانفتاحه على المذاهب الأخرى، وهذا كله هو يمكن بطبيعة الحال من النظر والاجتهاد ويعني إبداء الرأي بالفتوى في مسائل ومواد المدونة وفق هذه الأصول المعتدلة. شكرا لك الأستاذة خديجة أبو زيد، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس وعضو المجلس العلمي المحلي لعملة صخرة مرة. شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مكتبنا بالرباط. خارج الحدود، فرز 90% تقريبا من أصوات الناخبين الموريتانيين يمنح تقدما واضحا للرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني للفوز بولاية رئاسية ثانية، وذلك بحصوله على أكثر من 55% بفارق كبير عن منافسه الرئيسي برام الداه عبيدي. التفاصيل مع حمزة أيس مسعود. بعد فرز أزيد من 90% من الأصوات، الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني يكتسح نسب الأصوات مبتعدا بفارق كبير عن باقي المتنافسين. الرئيس البالغ من العمر 67 عاما حصل على أكثر من 55% من الأصوات التي تم فرزها، فيما يحتل بيرام الداه عبيدي المركز الثاني بحوالي 22%، ويأتي ثالثا حمادي ولد سيدي المختار ب 13% من مجموع الأصوات. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، وهي الجهة المسؤولة عن الاقتراع، أعلنت أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون مساء الاثنين، مؤكدة أن البلاد وبحسب المراقبين لم تسجل أي حادثة خلال الانتخابات. انتخابات رئاسية عرفت نسبة مشاركة وصلت 55% من إجمالي السكان المخول لهم التصويت للاختيار بين 7 مرشحين ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته، والذي يقترب أكثر من أي وقت مضى من الحصول على عهدة ثانية. وللتعليق على هذا الموضوع، موضوع الانتخابات الرئاسية الموريتانية، ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور المساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. مرحبا بك دكتور. إذن النتائج الأولية يعني بعد فرز الجزء الأكبر من الأصوات تمنح أفضلية واضحة للرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، يعني في هذه الرئاسية التي يتنافس فيها 7 مرشحين. سيدي، ما الذي نستشفه من هذه النتائج غير النهائية لصناديق الاقتراع ومن اختيار الموريتانيين؟ ولكن قبل ذلك، ما هو السياق الذي أجريت فيه هذه الانتخابات الرئاسية وما رهانتها؟ هناك سياقات متعددة ورهانات كذلك متعددة. موريتانيا تقع في منطقة جيوسياسية لها أهميتها سواء على مستوى دول الساحل والصحراء أو دول شمال إفريقيا. موريتانيا أيضا تجتاز امتحانات متعددة على مستوى بناء الاقتصاد الداخلي، خصوصا بعد اكتشاف الغاز والبترول. أيضا موريتانيا تواجه تحديا على مستوى التجانس الاجتماعي المرتبط بالمجتمع الموريتاني، وذكرتم الرجل الذي حصل على المرتبة الثانية
براندا عبيد ليس فقط مترشحا ويمثل فئة معينة وشريحة معينة داخل المجتمع الموريتاني. فإذا هي تحديات داخلية وهي تحديات أيضا إقليمية. يبقى دائما مهما يكون بأنه يجب تهنئة الشعب الموريتاني على هذه الانتخابات، واللجنة الوطنية لانتخابات تصدر النتائج لكل مكتب على حدة، بمعنى آخر كما جاء ربما غدا ستعلن النتائج النهائية ثم ذلك يتم التصديق عليها دستوريا. فإذا بكل الأرقام أن الشيخ والشيخ الغزواني سيفوز بولاية ثانية، لأن هناك رهانات أيضا لبناء هذا المجتمع بخصوص اقتصاد. أقول فقط لأن نواكشوط تغير وجهها منذ 5 سنوات، هناك نهضة عمرانية كبيرة، هناك حيوية وديناميكية داخل المجتمع الموريتاني. برام دا عبيد قال أنه شكك نسبيا في هذه النتائج وهدد بالنزول إلى الشارع، ربما أيضا من التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل والشيخ الغزواني، وهو تهدئة الأوضاع الداخلية نحو بناء مجتمع موريتاني متعدد وينمو إلى الأفق بالخصوص مع جيرانه ومن من بينهم المغرب. نعم، يعني في هذا السياق ما الذي يمكن أن نستشفه يعني من هذه النتائج غير النهائية لصناديق الاقتراع ومن اختيار الموريتانيين يعني الذي يبدو واضحا الآن؟ لا، هناك يعني اختيار، لأن هناك تدريب. أنا أعرف أنه موريتانيا لم تعرف أي مس أمني كما هو الحال بالنسبة لبعض دول الساحل والصحراء. موريتانيا أيضا كما قلت أنها لها دور كبير على مستوى المنطقة. بالنسبة للمغرب، جلالة الملك طرح مبادرة فتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل، وموريتانيا هي ورقة أساسية في هذه العملية. أيضا موريتانيا تلعب دور كبير على مستوى محور نواكشوط، الرباط، مدريد، ونتمنى أيضا أن يمتد إلى باريس. فالانتخاب أو إعادة انتخاب الشيخ والشيخ الغزواني سيؤكد الخطوط العريضة التي رسمت في ولايته والتي سار عليها خلال 5 سنوات. يعني تحدثتم عن العلاقات الخارجية لموريتانيا خاصة مع المغرب، بين الرباط ونواكشوط يعني هناك علاقات تاريخية ومتعددة الأبعاد ومجالات التعاون. دكتور، هل يمكن القول أنها في أي لحظة قد تكون رهينة بنتائج الرئاسيات؟ لا، هناك انت تعرفين ان الدول لها مؤسسات كما هو الحال بالنسبه لموريتانيا، ترسم سياساتها الخارجيه وفق مصالحها العامه، وكذلك بالنسبه للمغرب هناك توافق على مستوى عدد من القضايا المتعلقه سواء بالمنطقه او على مستوى داخل الاتحاد الافريقي. لا يجب ان ننسى انه الشيخ الغزواني هو رئيس الاتحاد الافريقي، فبالتالي على ان الانتخاب والشيخ الغزواني سيؤكد هذه العلاقة ويعطي أهمية لعلاقته مع المغرب، والمغرب أيضا يعطي أهمية لموريتانيا، والدليل على ذلك هي الاستثمارات، الدليل على ذلك هو الخطابات التي دائما تؤكد على دور موريتانيا نحو بناء شراكة استراتيجية بين المغرب وجارته الجنوبية موريتانيا. شكرا لك الدكتور المساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. بالتاريخية توصف تشريعيات فرنسا التي قد تيسر وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، تشريعيات سابقة لأوانها دعي إليها اليوم قرابة 45 مليون ونصف مليون فرنسي. والنتائج الأولية لهذه الدورة الأولى تظهر تفوقا كبيرا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مع نسبة مشاركة متوقعة تقارب 68%. التفاصيل مع طارق غانم. Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. معسكر إيمانويل ماكرون تم محوه عمليا. بهذه الكلمات أعلنت مارين لوبين عن تصدر حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا. وبحسب تقديرات أولية
فقد حصد اليمين المتطرف على 34% من الأصوات، متقدما على تحالف اليسار أو الجبهة الشعبية الوطنية التي حصدت أكثر من 28.1% من الأصوات، متبوعة بمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الحاصل على أكثر من 20.3%، فيما حصل الجمهوريون على 10.2% من مجموع أصوات 49 مليون ناخب مسجل. وقد ينال اليمين المتطرف غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز للاستطلاع. وفي أول تعليق له على النتائج، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لمواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن دعا إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه الجمهورية إلى الأمام في انتخابات البرلمان الأوروبي على يد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. دوليا، دائما الأنباء الواردة من قطاع غزة تتحدث عن استمرار استهداف جيش الاحتلال لحي شجاعية بمدينة غزة وتركيز القصف عليه، وذلك لليوم الرابع تواليا. يتواصل العدوان أيضا بباقي مناطق القطاع، موقعا شهداء جدد. فقط خلال 24 ساعة الأخيرة سقط 43 شهيدا، بينما تجاوز العدد الإجمالي وفق التقديرات فقط تجاوز 37,800 شهيد. الوضع في القطاع نتابعه مع شيماء العلام. تمر الأيام والحرب ما تزال مستمرة في قطاع غزة، وركام البيوت يقف شاهدا على حجم الخراب والدمار وحجم المأساة هناك، في وقت تدخل فيها الحرب يومها 68 بعد 200. تتوالى الأيام ومعها يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف قصفه المدفعي والجوي لليوم الرابع تواليا على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مخلفا قتلى وجرحى. ولمن يعيش هناك من العائلات على قيد الأمل يعيشها في مراكز للإيواء في ظروف قاسية وصعبة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، والشوارع تحولت إلى مقابر تملأها جثث الشهداء، حيث تمنع قوة الاحتلال الإسرائيلي فرق الإسعاف من دخول الحي مع تواصل القصف. من جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين عن العمل خلال 48 ساعة نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات، كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل. وفي خضم هذه المأساة لا تغيير عند الرئيس الوزراء الإسرائيلي، على الرغم من محاولات الوسطاء لدفع صفقة تبادل الأسرى للسير قدما في تحقيق الاتفاق ووقف إطلاق النار. نتنياهو شدد على أن قوات الاحتلال ملتزمة بالقتال حتى تحقيق أهداف الحرب. المسائية متواصلة وفيها أيضا 100 سيدة استفدنا من برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بعملة أكادير الدوتنان، ونهائي كأس العرش المرتقب غدا بين الجيش والرجاء موضوع الفقرة الرياضية مع أسامة عبادي. كما ورد في العناوين، بأكادير انعقد اللقاء الختامي لبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بعملة أكادير الدوتنان، وهو المشروع الهادف إلى تحسين أوضاعهن من خلال تقوية القدرات والدعم والمواكبة من أجل إنشاء المقاولات النسائية المدرة للدخل. البرنامج استهدف تكوين 200 امرأة، والتفاصيل في ربورتاج حسين أزيق ورشيد لطفي. هن نساء من مختلف الأعمار يجمعهن هاجس إنشاء مقاولاتهن الخاصة. هنا بمركز التكوين واكتساب المهارات بمدينة أكادير يتلقين منذ بداية شهر فبراير الماضي تكوينات في كيفية تحويل أفكارهن إلى مقاولات قائمة الذات. إنه مشروع التمكين الاقتصادي للنساء. جميع الأمور بس تكون مواطنة مؤهلة. من خلال التأطير ومن خلال التكوين ديال الأساتذة كنا كنقترحوا المشاريع ديالنا، فلقينا أن هناك مشاريع كثيرة ومتنوعة جدا، يعني النساء كيحتاجوا فقط التوجيه الكافي باش أنهم يقدروا يجسدوا هذه المشاريع على أرض الواقع. تدعيم القدرات ديالهم في المجال ديال اكتساب المهارات ديال تسويق المشاريع ديالهم، لأنه غادي نوجدوا كثير من النساء عندهم أفكار مشاريع، ولكن القدرة ديال التفاوض والترافع على هذه المشاريع كتكون شوية إلى حد ما خفيفة. وطبعا لظروف نعرفها جميعا، لذلك احنا الهدف ديالنا هو اولا نخرجوا من هاد السيدات
هذه المشاريع أولا كأفكار مشاريع، ولا كمشاريع هي في طور يعني الإنجاز في التنزيل ولكن غير مهيكلة. مشروع التمكين الاقتصادي للنساء اختتم دوراته التكوينية بتتويج النساء المترشحات للاستفادة من تمويل إنشاء المقاولات. مشروع استهدف أزيد من 200 امرأة في مجال إنشاء ومواكبة المشاريع المدرة للدخل. مكننا باش حتى حنايا نديروا المشاريع ديالنا اللي كنا جالسين كنقولوا ما عندناش كيفاش نديروا. يعني اول خطوه كنبغوا نديروها كنقولوا ما عندناش، يعني اللي دلول علاش نعولوا ما عندناش، ولكن دابا الحمد لله فهمونا كيفاش نديروا المشروع ديالنا. استفدوا منه 200 امراه استفدت من حصص ديال التكوين والتحسيس في عده مراحل، اللي في الاخير انتقينا منهم 76 امراه، 60 منهم حاملة لمشروع أو مجرد فكرة مشروع اللي قابلة تطور إن شاء الله من هنا لقدام. وحنايا تايقين في هاد النساء أنهم إن شاء الله يطوروا المشروع ديالهم ويكونوا في المستقبل نساء حاملات المشاريع مهمة. بعد أقل من 5 أشهر من التكوين والمواكبة وتقوية القدرات، تمكنت أزيد من 60 امرأة من عمالة أكادير دوتنان من إنشاء مقاولات صغيرة ومدرة للدخل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء. في سياق إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو، نظمت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة نظمت ندوة ترافعية موضوعاتية بالدار البيضاء بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية أخرى. نتعرف على أهم ما تم تداول بشأنه في هذه الندوة في ربورتاج لسمية الدهيمي. الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى اجتمعت في الدار البيضاء لمناقشة آليات مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية التي قد يتعرض لها الأشخاص المحرومون من حريتهم في السجون ومراكز الاعتقال. هذا العام هو اللي مهم فيه هو ان المغرب هو كيشغل الرئاسه ديال الجمعيه العامه ديال حقوق الانسان في جنيف، وكاينين اجتماعات ديالها، وغتكون هذه المبادره ديال سكون ابيل في هذا الشيء ديال البيست براكتيس، تدير الحوايج اللي خصهم الدار باش نرفعوا بمستوى حقوق الانسان في المغرب. في شتنبر 2019 أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية من آليات الوقاية من التعذيب، وذلك بعد تشخيص هيئة الإنصاف والمصالحة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي. منذ تاريخ إنشاء هذه الآلية قامت لحد من 2020 إلى 2022 43 زيارة، وهذه الزيارات شملت ماشي فقط غير المعتقلات السجون ولكن حتى المراكز ديال الدرك وديال الشرطه. اكيد ان المحامي في اطار الممارسه ديالو اعطاه المشرع حق الزياره والمخابره مع الاشخاص المعتقلين، وبطبيعه الحال فانه يطمئن على وضعه الصحي، واذا ما ارتأى الى وصل الى علمي بانه كان رهنا يعني تعذيبين او غير ذلك فانه يكاتب المؤسسه او الجهه المختصه في اطار النيابه العامه من أجل عرضه على خبرة طبية. وعلى الرغم من تحسين ظروف الإقامة والخدمات اللوجستية وبرامج التأهيل داخل السجون المغربية خلال السنوات الأخيرة، فإن الارتفاع القياسي في عدد السجناء يطرح تحديات على مسؤولي إدارة السجون تتمثل في تطبيق سياسة إعادة الدمج والحفاظ على كرامة السجين. في الخبر الرياضي، الأنظار تتجه غدا الاثنين فاتح يوليوز نحو الملعب الكبير لأكادير ونهائي كأس العرش برسم موسم 2022-2023. الرجاء الرياضي والجيش الملكي سيخوضان صراع التتويج بالكأس بعد انتهاء الفصل الأول من هذه المنافسة بين الفريقين في البطولة لصالح النسور. فريق العاصمة بعين على تأكيد تميزه في هذه المسابقة وهيمنته عليها والتتويج بكأس العرش 13 في مساره، بينما يسعى الرجاء للحصول على لقبه 9 في هذه المنافسة. اللقاء ينطلق غدا عند 5 مساء.
ولقاء الغد هو موضوع الفقرة الرياضية لهذه المسائية مع أسامة عبادي. مرحبا بك أسامة. مرحبا بك رحمة. الفريقان إذن بعين على تحقيق الأهم والتتويج بكأس العرش، يستعدان لذلك كل فريق من جهته. ماذا عن استعدادات الجيش وهو الفريق الأكثر تتويجا بهذه البطولة؟ بالفعل رحمة، ففريق الجيش الملكي استعدوا بشكل كبير لموقعات نهائي الكأس الفضية. الجيش الملكي أعد العدة لهذا النهائي الذي يعد موقعة ثأر بالنسبة للعساكر، كيف لا والرجاء الرياضي منع الجيش الملكي من الحفاظ على لقبه في منافسات البطولة الاحترافية. الأكيد أن الجيش الملكي أبان على أنه يملك لاعبين مميزين، وذلك طيلة مباريات البطولة الاحترافية. استعدادات العساكر ستكون بشكل مركز على الاهتمام بالنواحي التكتيكية والبدنية، بالإضافة إلى تحضير اللاعبين نفسيا لهذه المواجهة المهمة. الجيش الذي فاز بآخر ألقابه في الكأس الفضية سنة 2022 أمام المغرب التطواني، والآن الجيش تحت قيادة مدربه نصر الدين نابي سيدخل هذا اللقاء بأكثر من عنوان: الثأر من الرجاء الرياضي وتعويض خسارة لقب البطولة الاحترافية، بالإضافة إلى تأكيد الهيمنة على منافسات هذه الكأس، وهو يطارد رحمة لقبه الثالث عشر كفريق الفريق المغربي الأكثر تتويج بها. وطموح الفوز يحذو أيضا عناصر الفريق الأخضر، هم أيضا استعدوا لموقعة غد التي ستجرى على أرضية ملعب أدرار بأكادير. بالفعل رحمة، فهو نهائي بمساعي مشتركة. الرجاء الرياضي من جانبه تأهب لهذا اللقاء وهو يعلم يقينا بأن المهمة لن تكون سهلة، غير أن الفريق الأخضر وإن اشتغل على الجانب الذهني فبإمكانه تحقيق معادلة الازدواجية. لاعبو الرجاء سيدخلون هذا اللقاء محملين بنشوة الفوز بلقب البطولة الاحترافية في آخر الدورات، لهذا وجب التعامل مع المباراة كما هي نهائي بدون حسابات على الورق، فمن الصعب التكهن بهوية البطل ومعطيات البطولة، يجب أن تترك جانبا من الطرفين. الرجاء الرياضي سيعول على قوة مدربه الألماني جوزيف زيمباور الذي قدم أوراق اعتماده وبقوة في موسمه الأول بالبطولة الاحترافية، حيث جعل من الهزيمة فعلا ممنوعا في قواميس الرجاء. والفريق الأخضر أمام هاجس الحفاظ الآن على سلسلة لا هزيمة حتى في النهائيات، فقط على مستوى نهائيات كأس العرش رحمة، فالفريقان التقيا في مناسبتين وكلاهما فاز خلالهما الفريق الأخضر سنة 1996 و2012. نرجوه لقاء ممتعا. شكرا لك أسامة عبادي، الأسبوع المقبل. الشواطئ ملاذ الفارين من الحرارة المرتفعة والباحثين عن مكان للاستجمام وتغيير الروتين. الصورة من شاطئ تمارا وجهة تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين، كما سنتابع في الروبرتاج نادية أحتا ومصطفى السعدوني. شاطئ تمارا وجهة مفضلة للعديد من المواطنين، برماله الذهبية يتيح للمصطافين فرصة للاستجمام والترويح عن النفس. أما بالنسبة للأطفال فالبحر أفضل متنفس بعد انتهاء الموسم الدراسي. دوزنا العام كامل ديال القراية والحمد لله نجحت، وبابا دابا جابنا باش نرتاحوا في البحر. نجحت الحمد لله، تنجيو حنا البحر ديال الكونتر باش نخويو التعب ديالنا، التعب ديال القراية. صافي تنبغي نشكر الأدواد واللي ساهموا باش ينقوا هذا البحر. ويشهد الشاطئ كغيره من شواطئ المملكة خلال هذه الفترة إقبالا من طرف الأسر المغربية والسياح للهروب من حرارة فصل الصيف. احنا جينا من مكناس وتعجبنا هنايا، البحر نقي الحمد لله، وكاين الحراسة وكاين كل شيء الحمد لله، المسائل كلها متوفرة. كنمشيو كنخدموا راك عارف تنضربوا تمارة وتندوزوا الوقت قاسية، وكان في الاخر كنجيو للبحر باش يلاه كنرتاحوا فيه ونجيبوا الوليدات ونفوجوا شويه. هو الملاذ الامثل للسكان والزوار على حد سواء، تحت اعين مراقبه يستمتع مرتاد الشاطئ بالسباحه في جو مريح وامن. نتابع من الرباط، وعرض مسرحي قدمه أمس تلاميذ السلك الثانوي سلطوا من خلاله الضوء على أهمية القراءة والتعلم وعنوانه بحياة واحدة لا تكفي. جانب من العرض في ربورتاج أسامة غرامي والتحرير لبشرى رئيف. بل أتحول إلى منديل، نعم إلى منديل. هو الصراع الدائم بين العلم والجهل ما حاول هؤلاء التلاميذ الوقوف عنده من خلال هذا العرض المسرحي بعنوان حياة واحدة لا تكفي.
عمل مسرحي يشتغلوا على المسار الثقافي لمؤسسة الربوة للثقافة والفكر التي تعمل على قراءة العديد من الكتب والتي تم تحويلها إلى مشاهد فنية مسرحية، مثلا كمؤلف السيدة رحمة برقية الذي يعتني بعلاقة المدرسة بالمجتمع، ومؤلف السيدة عائشة بالعربي الذي يسرد تاريخ المغرب. رسالة من الأساسية هي أننا لا يجب أن نرضى بحياة واحدة، بل أن نكتشف أنفسنا أكثر فأكثر عبر قراءة ومطالعة الكتب. العرض شكل أيضا فرصة وفضاء رحبا لإطلاع الحضور كبار وصغار على الإبداعات الأدبية المغربية. سيدو في المسرحية الدور حامل الأختام والمفاتيح اللي كنجسد مفاتيح العلم والمعرفة والثقافة. عدتنا هذه المسرحية في التعرف على العديد من الكتب لمؤلفيها الكبار والمعروفين كمحمد برادة، العليماء العينين وغيرهم الكثير. حياة واحدة لا تكفي، مسرحية تحفيزية للشباب من أجل طلب العلم والاستمرار في البحث عن النجاح. وتخطي ذلك. وقبل الختم نذكر ببلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، جاء فيه أنه على إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا لطيفة تغمدها الله بواسع رحمته، تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعي لصور غير حقيقية وكاذبة نسبت لسمو الأميرة الراحلة. الوزارة تدعو بالتالي جميع المواطنين إلى احترام القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية. في ختام المساء نذكر بأبرز ما جاء فيها. إحالة بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى تكملة لمسار إخراج وثيقة متكاملة الأركان. ونتائج الأولية لرئاسية موريتانيا تسير لصالح الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا في دورها الأول تظهر تفوقا واضحا لليمين المتطرف، انتخابات توصف بالتاريخية. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ما تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.